عندنا مجد الشعب بس مشان الشعب يفكروا بالشعب، عندنا كهرباء بتطير العقل، عندنا الدول كلها غيرانة منا، أنا عايش طاير عقلي مبسوط. مرحبا. أهلا وسهلا. كيفك مع هالشوبات؟ والله شي بيطير العقل. حلوة الصيف بسوريا؟ ولك العالم هلا السياحة مفتوحة عندنا، نحن كشعب هلا عم نعمل سياحة هون، والله انعزمت كذا مرة على دول، على ماليزيا، على دول مثلا السياحة، وطلع عمل على البحر، ما عم بطلع بقول هون البلد بتطير العقل. مو ناقصنا شيء الحمد لله. هلا حدا بيصح له يطلع وهو بعده قاعد سياحة ولو؟ مجنون اللي بيطلع، شو بده يطلع الواحد يساوي؟ يقعد هون ما بكفي عم يشوي، هاي الشوبات ما حدا عنده اياهم. عندنا كهرباء بتطير العقل، المكيفات عندنا بالسيارات بالمحل 24 ساعة كهرباء؟ 24، عندنا وزارة كهرباء كمان، وعندنا وزير، وعندنا كل شيء، عندنا الحمد لله متوفر. أنت كواحد من الشعب السوري كيف عايش؟ أنا عايش طاير عقلي مبسوط، وإيت ما بدي فوت بتحمم، انت ما بدي بشغل التكييف، عندنا كل شيء الحمد لله بالبلد، شيء بيطير العقل يعني. واحلى شيء انه نحن قدامنا هو مجد الشعب، عندنا مجد الشعب بس مشان الشعب يفكروا بالشعب، طاير عقلهم بالشعب كثر ما اذا بيشوفوا مواطن متضايق يا بيرقدوا عليه ان شاء الله شو اللي مضايقك تعال نخدمك فورا، عندنا الخدمه سريعه 24 ساعه ليزيو الخير وتتطور اكثر ان شاء الله من ورا من ورا. عم تتفاجأ بالأسعار يلي عم ترتفع من اليوم للتاني ولا صار عندك مناعة وتمسحك؟ لا لا ما عنا غلب نوب، نحن هون أرخص دولة بالعالم وأغنى دولة بالعالم، عنا هون حزري شو المواطن بيشتغل بمليون بيصرف 25 ألف. قدي عم تصمد من راتبك كل آخر شهر؟ عم صمد دائما كل آخر شهر أكثر من 25 مليون، أرقام عم ناخد نحن هون شي مخيف، على الدول كلها غيرانة منا. وين حتصيف باقي هاي الصيفية؟ لا ما عم خلي قرني والله، من الحمام للغرفة النوم للبرندا ما عم خلي من غرفة النوم للحمام، لا ما عم خلي قرني الحمد لله، كله رخيص عنا لك لك كله شيء بيطير العقل، شايف الشيبات طالعين كده ما أنا مبسوطي، بسط مو طبيعي عنا الحمد لله بسوريا. تذكر وزير التجارة السابق اللي عمر سالم وقتها يعني حكى، قال المواطن إذا بيحسن إنه بيعرف منين يشتري بيحسب يكفي راتبه، مشان الله تعالى انت اشتري لنا، خلص بقى عيب لك عيب عيب، استحوا اللي استحوا ماتوا مثل ما بيقولوا. هلا طرحوا لنا شغله الامبيرات، هلا اي محل مثلا اللي حط مولده 100 امبير نح محلق بدون صوت هاي يمكن بيحطها خاسرته وبيشغل محله ممنوع، بس مسموح يحطوا مولده نص السوق توزع امبيرات، لك خلص عيب يعني. المواطن عم يبيع بيته ليسفر ابنه لياكل ليشرب يعني. عنا وزير اقتصاد بيقولوا لك انه كسر راتب الموظف 100 150 ألف 200 ألف، احنا نرفع الرواتب مثل بقعه ضوء. تتذكر وتباسم يا خور فات على البيت، يا مرة شوف في يا رجال زودوا الرواتب انفلجوا، ليش؟ لانه بيعرفوا بس تزداد الرواتب يعني صار راتبه مثلا مليون صار مصروفه بالشهر 10 ملايين. يعني انت كوزير اقتصاد شلون عم تحسبها، او كوزراء او مسؤولين انتم مو شايفين هالشعب مثلا، ولا كل واحد اللي قاعد ببيته يعني علي من حالي وبالناقص من غيري عيب. الله وصى بسابع جار، لك نحن لا توصوا لك بس حلوا عنا وامورنا بخير. شكرا كثير لك ويعطيك الف عافيه. يعطيكم العافيه، بتمنى تنشر القصه اذا بتريدي.